اطلعي بره طالما لا واقفه عايزه ايه؟ ده انت بتضحك قوي، ده بتقولي لا. طب اطلعي بره يا لا. مدموزيل لا اطلعي بره. دقي مش اعوذ بالله من غضب الله. هي الصوره اللي على البروفايل دي بتاعتك؟ اوه شيت. هي الصوره اللي على البروفايل دي حقيقيه بتاعتك انت؟ بس جدا. يلا بره يا بنت. يلا يا شمال بره. اي مره هتخش تستشرف عندي هقلعها على بسها من الاخر. انا اخواتي الاصدقاء عارفهم، اخواتي البنات عارفهم، بس اي مره تيجي من بره تستشرف وتعيشي الدور هقلعها على اللباس اللي عليها من الاخر. بس بالرجاله يالا، مش من عيل تافه زيك. كله يستاهل بالعدم. لاي لاي الصورة بتاعتك شكل الصورة اللي أهم حاجة في ده كله ان انتوا اللي داخلين عندنا وانتوا اللي مكوين وكده. يلا بينا. يلا العروسة دخلت التوافق. أنا بقول أيوة بقى. أيوة بقى. انا عايز افهم الناس اللي واقفه عندي. اديكوا بلوك اعرف بقى. يعني مش فاهم والله. انت يا بنت لسه واقفه بتاعت لا انت ده انت بتنجح والله عن جد. انا بعمرك مصطفى من صباح حييت ربنا وانا هنا وانت انا بعمرك ثواني كده بقى. تعالي حل عن يلا تعالي بتاعت لا انت. يلا حبيبتي. مصطفى